السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شو الأخبار اليوم؟ تعالوا كده نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد. وحاولوا كده يا جماعة الخير إن انتوا تدعمونا باللايك، لأن أنا واعملوا سبسكرايب للقناة، بعد إذنكم اعملوا اشتراك في القناة. أنا لاحظت إن 65% من اللي بيتفرجوا عليا مش عاملين سبسكرايب، مش مشتركين أصلا في القناة، أنا مش عارف ليه. يعني حاولوا اشتركوا في القناة، والله ما هتخسروا حاجة، تمام؟ بل كمان ان انتوا هتشتركوا في القناة وهتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يعني اي فيديو هينزل هتلاقي اشعار التشعار بيه جايلك، بدل ما تفضل ان انت تدور عليا، تمام؟ المهم يا شباب، طبعا حاولوا شيروا القناة على قد ما تقدروا، عايزين نوصل لحاجة كبيرة جدا، بحيث ان انا بجد بجد نفسي اساعد كل من هو محتاج لمعلومة ولكل شيء، تمام يا شباب؟ فادعموني بحيث ان انا برضو ادعم الاخرين، وانا ان شاء الله ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا انزل فيديوهات شرح جميلة جدا جدا جدا. المهم تعالوا كده نبلش ايه بالفيديو. دلوقتي كده جالي كذا سؤال عن المنشآت الاخيرة بتاعة الترقية والاضعاف والنفط والغذاء والذهب، يعني بتتبنى في قد ايه وبتقعد قد ايه، تمام؟ فانا جاي النهارده كده اوضح لكم ايه المعلومه ديت. دلوقتي دي كده الاخيره، منشاه الاضعاف الاخيره بتعمل ايه؟ بتعمل ماينس لجميع الحيويه، تمام، بتاعه قوات اللي قصادك، بتقلل حيويه اللي قصادك 25%، وبتقلل زياده سرعه الهجوم لكل القوات في حاله الهجوم. يعني هو بيهجم هيبقى سالب 12%. فانا كنت عايز اجرب ان انا لو هجمت، يعني لو انا عملت ترقية الاضعاف جنب حد وهجمت عليه، هل هتشتغل ولا لا؟ بس هي على ما اعتقد ان هي مش هتشتغل، يعني هتشتغل ساعة يعني في الدفاع فقط، يعني ان انا ابقى مدافع، اللي هيهجم عليا هو اللي هينقص 12%، تمام؟ تمام يا شباب، يلا بينا بقى. ايه طبعا بتقعد قد ايه؟ بتقعد 5 دقايق في البناء، بتاخد 3 اي اي، تمام شباب؟ طبعا انت هتقدر تبني اكتر من واحدة كمان، اللي هي مستوى 4 من ديت اللي هي بتديك 15%، ومستوى 5 اللي هي بتديك 25%. بتقعد قد ايه؟ بتقعد حوالي يعني بتتبنى اكتر من واحدة، تمام؟ فايه تعالوا كده، 7 دقايق تقريبا هي ال 15%، 7 دقايق، ودي 5 دقايق. فتعالوا كده ايه نشوف دي كده اهي، وادي. والترقية طبعا بتعمل زيادة هجوم كل القوات 25%، وبتعمل زيادة الضربة الحاسمة لكل القوات 25%. جميلة جدا جدا جدا، بالذات في الضربة الحاسمة بتاعتها جميلة جدا. طبعا طبعا بتاخد دقيقتين، تمام؟ انا كده المفروض ايه بنيت، تمام؟ فانا بس اقدر ان انا ابني تاني اهو، ممكن ابني تاني. هي دي جميلة جدا في اللقطة دي، ان انا ممكن ابني 2 اضعاف وممكن ابني 2 ترقية. تمام يا شباب، طبعا الاضعاف بتقعد دقيقتين، الاضعاف بتقعد 5 دقايق سوري، والترقية بتقعد دقيقتين، تمام يا شباب. طبعا ايه نستنى بس كده لغاية ما تتبنى ونقول لكم هتقعد قد ايه وهي مبنية. انت ليه بتحط 2 اضعاف؟ ال2 اضعاف دولت، واحد هيعزز هنا وواحد هيعزز هنا، وهتبقى انت كمان مدافع، فاصبح ان انتوا التلاتة كده كأنكم 3 قواعد، محدش بيقدر يهجم عليكم. طبعا هيبقى الهجوم كامل، انما انت هتعمل واحدة بس وهتبقى معززها، لما بتيجي تتضرب هتتضرب عادي لان مفيش اصلا حاجه معززاها،
تمام يا شباب، فاهمين انتوا النقطة ديت؟ برضه هوضحها تاني. انا دلوقتي معززة وشغالة. لو واحد هجم اللي هو السالب 12% سرعة الهجوم مش هتشتغل. هتشتغل امتى؟ لما تبقى واحدة جنبها دعمها. يعني المبنى اللي عامل الماينس اللي هي اللي عاملة سالب 25% سالب حيوية وسالب 12% سرعة، ده ما بتشتغلش لو انت معززها وواحد هجم عليك، لان المبنى هو اللي بيعزز الحاجات اللي قدام، الحاجات اللي جنبه. تمام يا شباب، وصلت؟ اهي دي كده وده كده كمان. يعني احلى حاجة كمان ان المدى بتاعها كبير، يعني المدى بتاعها اللي هو لغاية الاحمر اللي هنا ده، شايفين المدى بتاعها كبير جدا، يعني واخدة مساحة عالية، واخدة مساحة كبيرة. بصوا لغاية فين معززة ياما فعلا. تمام اهي، بصوا يعني حتى انا مش عارف اجيب اخرها دي برضو. بص عاملة ازاي، بتعزز ياما الأرضية الحمراء دي كلها. تمام شباب، فديت كده. فانا كده بالنسبة لي انا دي معززة ايه، معززة دي ودي معززة دي. فانا لما اعزز هنا ولما اعزز هنا مثلا بالقوات، القوات اللي هتبقى هنا هتبقى واخدة السمات بتاعت دي. تمام، ولما القوات تبقى هنا بتبقى واخدة السمات بتاعت دي. يا رب تكون وضحت. تمام يا شباب، طبعا ايه هنستنى. كويس، ده هي هانت اهي. طبعا ديت بتقعد قد ايه؟ بتقعد قد ايه مبنية؟ حوالي 40 دقيقة. تمام يا شباب، دي بتقعد حوالي 40 دقيقة، الوقت المتبقي 40 دقيقة وتتدمر. 40 دقيقة جميلة جدا جدا جدا، يعني ساعة الا تلت، ساعة الا تلت حلوين. دي هانت اهي برضه، قربت تتبنى برضه، هنشوفها بتقعد قد ايه. تعالوا كده ايه على السريع كده نشوف انا وصلت فين في ال، طبعا اهو، طبعا انا كده مطلع الاخيرة اهي. طبعا ديت انت تقدر تبني واحدة بس، هنا تقدر تبني ايه، 2. تمام يا شباب، طبعا هنا برضو 3، هنا 3 وهنا 3، وبرضه هنشوفهم كده مع بعضينا هما بيقعدوا قد ايه في البناء وبيقعدوا قد ايه في ال، وهي مبنية قبل ما تتدمر. يلا 12 11 10 9 8 دي كده بتقعد تلت ساعة، 20 دقيقة. طبعا إضعاف بتقعد 20 دقيقة يا شباب. طبعا دلوقتي لو اتهجم عليها هتتضرب عادي كأنها قاعدة من غير السمات بتاعة الإضعاف. تمام يا شباب، طبعا ديت لو اتعملت، انا برضو ايه نشوفها لكم. طبعا انت المدى بتاعها يعني قليل شوية، مش كبير، لازم تبقى جنبها جدا يعني. هو المفروض كان هما يعلوها شوية، بس هو المدى بتاعها صغير مش كبير، يعني تاخد مثلا 1 2، يعني مثلا تاخد مثلا قاعدتين من الشمال وقاعدتين من اليمين، في قاعدتين في قاعدتين، يعني حوالي 16 قاعدة جنبهم بالتساوي لو هما كبار. تمام يا شباب، طبعا بصوا شايفين المنظر، منظر جميل منظر رائع. طبعا اصبح دلوقتي لو انا معزز ديت ومعزز ديت، فانا اللي هيجي يهجم عليا طبعا ايه هناخد انا سمات اللي ايه، سمات واحدة. تمام، واحدة بس. لو حد هجم هنا بتاخد سمات دي. تمام، لو حد هجم هنا بتاخد سمات دي، فاحنا التلاتة كده معززين بعض ومجمدين بعض. ده كده اجمل حاجة اتعملت. تمام يا شباب، تمام دي كده اول حاجة. نرجع، تمام
دلوقتي حقل النفط، حقل النفط بيقعد 26 دقيقة واربعين ثانية ان هو يتبنى. طبعا بيقعد حوالي، بيقعد مبني قد ايه؟ حوالي 10 ساعات تقريبا، تقريبا اهو حوالي 10 ساعات. طبعا برضو يعني جميلة جدا جدا. وفي ال10 ساعات دولت انت بتاخد حوالي 2 غير كده كمان يعني، في فرق كبير جدا ما بين الواحدة وواحدة. يعني دلوقتي مثلا ايه ديت 2000 دي، دي برضو مستوى، دي مستوى 6 مثلا، اخرهم مستوى كام والله ما انا فاكر، 5 باين ولا 6 مش فاكر، 3 3 3 مستوى 6. طبعا في فرق كبير يا جماعة ما بين، مثلا النفط الستة والنفط الخمسة. تعالوا برضو ايه، تعالوا كده هوريكم. تمام، انا عايز واحدة تانية ليفل الخمسة مثلا. استنى نشوف ديت. طب دي لا. تمام برضو. وبعدين عاوزين حد ما يبقاش معاه 6. تمام ليه؟ بصوا كده يا شباب، لو عملت كده مثلا ده كده هيجمع طبعا في 14 ساعة، قول 15 ساعة، هيجمع 4 مليون و66، 4 66، 14 54. تمام، خليكم حافظينها ماشي. 4 66 في 15 ساعة. تمام، 4 66 في 15 ساعة، هنا المتانة 8000. بصوا 4 66 في 13 ساعة، كل ما انت بتعلى في النفط، كل ما بتعلى في منشأة النفط او الغذاء او الذهب، طبعا بيعلى الجمع بتاعك، بيبقى الجمع بتاعك نفس البتاع بس بتبقى في وقت اقل، يعني السرعة بتزيد. تمام يا شباب، السرعة بتزيد كل ما المنشأة بتبقى عالية، كل ما المنشأة عالت كل ما سرعة الجمع عندك بتزيد. تمام يا شباب، غير العادية. تعالوا برضو كده نشوف العادية، بص عاملة ازاي. 20 ساعة، يعني أنا 4 مليون و600 دولت في 20 ساعة. تمام، 20 ساعة ولا 13؟ بص برضو تاني أهي، 4 66 أهو في 13 ساعة، 45 في 14 ساعة إلا ربع. طبعا التانية 20 ساعة. طبعا هنا أهي 15 ساعة، يعني أصبح إن كل ما بتزيد كل ما تبقى إيه أفضل. دي هنا برضو بص، يعني 4 66 في حوالي 16 ساعة، عشان دي برضو بتاعت النفط قليلة. تمام يا شباب، يا رب بس إيه تكون كده وصلت الصورة. تمام، و طبعا تعالوا نخلص الفيديو على كده، خليها بس للمنشآت بس، لان انا كده طولت عليكم برضو. بس يا رب تكونوا استفدتوا بهذه المعلومات. تمام يا شباب، وانا هانت اهوت. سوري، ثواني، جمع الموارد. طبعا هي لما بتيجي بتتدمر بيديني 4 مليون. لا سوري 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 سوري، يعني المفروض هنا بتدي، هنا تم تدمير المنشأة بتديني 2 مليون و13. طبعا ده ديت غير الجمع بتاعي، يعني انا مثلا لو مخليهم هم لوحدهم كده من غير ما اجمع فيهم بيدوني 2 مليون ساعة التدمير. ساعة التدمير بيديني 2 مليون ايه بلس. طبعا برضو جميلة جدا جدا جدا،
وفي الجامعة طبعا يعني في الشوية اللي احنا بنعمل فيهم بيدينا حوالي 4,000,041 طبعا في الوقت او في التوتال كله تقريبا، انا مش فاكر بالظبط. هنا برضو 5، هنا 5,000,000 من منشأة ليفل 6، بس انا على طول يعني بروح واخدها، ما بحطش الوقت بتاعي كله يعني، ما بخليش 9 ساعات كلهم. انت مثلا اقل من 9 ساعات واخد 4,000,000 او 5,000,000، ده شيء جميل جدا 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 يعني. ولو حتى في 9 ساعات، ده في 9 ساعات 5,000,000 وال2,000,000 التانيين او في ال10 ساعات يعني 6,000,000 في 10 ساعات، ده كده جميلة جدا. فاهم قصدي؟ يعني دلوقتي مثلا انت بتجمع قول مثلا 20,000,000 في يوم، ف حلو يعني، حلوين قوي طبعا. وغير كده كمان التخصص، التخصصات الجديدة محتاجة موارد كتيرة جدا جدا جدا، بالذات المهارة العامة. بالظبط 25,000,000 و25,000,000، فانت فعلا محتاج موارد جامدة، محتاج موارد كتير. هو زي انا بص هنا دي 58,000,000، 58,000,000، فلا محتاجين ياما. 25,000,000، 25,000,000، انا تقريبا ممكن ما احولش غير لما اجيب موارد كتيرة، مع ان انا هنا تقريبا يعني ايه هانت يعني. انا هنا محتاج استنى تيرس مثلا، انا هنا كده محتاج حوالي 77، 77 حلوين، 77 دلوقتي يعني هانت يعني، فاضل تقريبا اسبوع، وكمان كمان اسبوع ولا بعد ال بعد ما نخلص ال بعد الحرب ما تخلص، الحرب اللي هي بتاعت 32 سيرفر دول، بعد ما يخلصوا هنحول سيرفر عربي ان شاء الله، على الله التسهيل يعني. بس يا شباب، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى ان انتوا يعني بقدر الامكان اشتركوا في القناة، حاولوا اشتركوا في القناة يا شباب. تمام، عايزين كده نوصل 10,000 ان شاء الله، وحاولوا اضغطوا لايك يعني، اللايك برضو جميلة جدا والله، ما هتخسر حاجة برضو فيها. تمام، لو عوزت اي حاجة برضو اكتبوا لي في كومنتات، وانا برد على كل الكومنتات تقريبا. تمام يا شباب، يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.